قاموا يضعون امامه العراقيل القانونيه والاجراميه والكذا بمن فيهم حفتر بمن فيهم طبعا حفتر يعني دفع تقريبا 30 مليون دينار ليقال لشخص على اساس اغتاله وفشلت محاوله الاغتيال هذا شيء معروف حتى يعني. يتخلص من القذافي طبعا لان حفتر كان مجموعه كثيره معاه من النظام السابق موجودين معاه سواء كان في القتال اللي يعمل فيه هذا منهم من ضمن اللواء التاسع هذا اللي دار المدار لعمل المقابر الجماعيه في ترهون هذا طبعا من النظام السابق هؤلاء مع حفتر لا خلينا اسالك اذا هنا من هو اكبر خطر على حفتر ومستقبله السياسي ضمن بيئته الحاضنه اذا بدك الان سيف القذافي لا الان بالدرجه الاولى اخطر واحد عليه دبيبه عبد الحميد الدبيب هذا اخطر واحد سيف طبعا كان في الدرجة الأولى الآن بعد دبيبة صار في الدرجة الثانية الآن ليش لأنه طبعا بس دبيبة من قال أنه سيترشح سيترشح طبعا لأن القانون تاع عقيلة صالح اللي نسق فيه مع عماد السايح مفوض الانتخابات صار فيه خلل في مادة 12 إيش عملوا قالوا أن المترشح لابد طبعا فصلوه على دبيبة الرفض هذا فصلوا على دبيبة لأن دبيبة رئيس حكومة أن المترشح لابد أن يستقيل أو يعني يستقيل مؤقتا مهمته قبل الانتخابات بثلاثة أشهر يعني الانتخابات ما حددوش يوم 24 بعدين بعد ما صدروا القانون تفكروا بأن في هذه الحالة ممكن الانتخابات قد تمتد إلى فترة طويلة وبالتالي تكون فرصة 3 شهور موجودة اللي متوفرة للسيدة دبيبة فإيش داروا جي يوم 20 في شهر أكتوبر اللي فات هذا اللي توه وضافوا على القانون عدلوه قالوا يعني لا يحق لو الترشح قبل 3 شهور في موعد انتخابات اللي يحدد بـ 24 ديسمبر ضبطوها لما جيت أحسب أنت يوم 20 نسوا هذه هم طبعا فهمتوا يوم 20 اليوم 24 يوم 20 10 اليوم 24 12 المدة هذه ليست 3 شهور وبالتالي يستحيل تطبيق القانون بتاريخ ايش رجعي منخض هذه ثغرة الآن فصارت الآن يعني دبيبة جات بدون اجتهاد ويقال الرجل لديه شعبية واسعة طبعا فهي صار في حل هو من هذه المادة لأن 3 شهور اللي اشترطها هم بالمدة 3 شهور في موعد 24 ديسمبر تراه مرشحا قويا عبد الحميد دبيبة يقال أنا حقيقة لست من داعميه وضده ولكن داعميه اللي يعرفوه يقولون بأن يعني هو حقيقة حتى نكونوا موضوعيين استطاع أن يتواصل يعني مثلا باقي المرشحين عندنا 2 مرشحين ماشيين يدفعوا في الدولار مئات الألاف من الدولارات بالملايين من الدولارات في أمريكا لإقناع الشعب الأمريكي بترشحهم في ليبيا شفت الغباء يعني يدفعون لشركات ضغط أمريكية بالملايين حتى تضغط في أنهم يكونوا ينجحوا يترشحوا في ليبيا يعني هو بيحكم ليبيا ويعرض في نفسه على الشعب الأمريكي لاحظ الغباء طبعا هذه الناس ذكية بينما طبعا تلافى هذا الموضوع السيدة دبيبة تلافى هذا الموضوع وصار يتواصل مع الناس مباشرة تواصل يعني شركات الضغط الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية يعني اللي قدموا لها يعني ما تجهلهاش اتجه للشعب الليبي بعمليات متواضعة بسيطة جزء منه كلام طيب وجزء منه بعض المساعدات الاجتماعية وجزء منه طبعا في خدمات الحقيقة طرق وكذا في تحسن يعني تحسن ملحوظ يعني حتى الواحد يكون يعني منصف هذا طبعا جعل حتى في المنطقة الشرقية أيضا المجالس البلدية أعطاهم صلاحيات وأعطاهم أموال يعني فك النظام المركزي المجالس البلدية في المناطق الليبية كلها الآن صارت معاه يعني على الأقل الأغلبية حتى بما فيه المناطق اللي فيها حفتر على الفكرة جميل.